ويستمر وصول عدد كبير من الزعماء وما زالوا يستمرون في الوفود ويتم استقبالهم يتم استقبالهم من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. هؤلاء الزعماء مطالبون بتفعيل وتنفيذ القرارات المطلوبة منهم، وينتظر أيضا وصول المزيد. نحن نعلم من المتوقع مشاركة أكثر من 120 من الزعماء والملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات، وأيضا نحو 30 ألف من المشاركين من الوفود المختلفة من 197 دولة. كل هؤلاء المشاركين مطلوب منهم عدد كبير من الأطر والاتفاقات حتى يتم تفعيلها في أسرع وقت لإنقاذ البشرية. ونحن نعلم يعني الآن يعول على مصر أن تكون قمة مختلفة، وهي مختلفة بالفعل لأنها ستكون قمة التنفيذ من خلال هؤلاء الزعماء الذين يتوافدون الآن على قاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ، ويتم استقبالهم وأخذ الصورة التذكارية قبل بدء الحفل وفعاليات وانطلاق الفعاليات بشكل رسمي على مستوى الرفيع، مستوى الرؤساء والزعماء.